إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفسٍ لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماءٍ دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوةٍ ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقولٌ فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدًا، وأكيد كيدًا، فمهِّل الكافرين أمهِلهم رويدًا. هذه الصورة العظيمة قُسِمت إلى قسمين: القسم الأول التنبيه إلى عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني الاستدلال بذلك على أنه المستحق للعبادة، وعلى أنه سيبعث الناس يوم القيامة، وأن الله عز وجل سيطلع العباد على ما في نفوسهم ودواخلهم، ويبين لهم حقائق الأمور وتأويلها. يقول الله عز وجل: والسماء والطارق، وهذا قسم من الله عز وجل بمخلوقات عظيمة، أولها السماء، والسماء والطارق. والله عز وجل إذا أقسم بشيء دل على أن هذا الشيء عظيم، وأن هذا العظيم يدل على خالقه سبحانه وتعالى. ولله عز وجل كما هو معلوم أن يحلف بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يحلف بالمخلوق مهما عظمت مكانته، فإن ذلك من الكفر والشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والطارق، وهو النجم المضيء الذي يثقب الشياطين، كما قال عكرمة رضي الله عنه: وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وهذه النجوم جعلت زينة للسماء وهداية ورجوما للشياطين، فمن زاد فيها غير ذلك فقد كذب وتكلف ما ليس له به علم، كما هو موجود الآن على كثير من القنوات وعلى كثير من صفحات الجرائد، الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب بهذه الكواكب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والنجم الثاقب. وده القسم يا أخوانا. فما هو جواب القسم؟ إن كل نفس لما عليها حافظ،
يعني ما من نفس إلا وعليها حافظ، حافظ يحفظها بأمر الله سبحانه وتعالى، وحافظ يحفظ أعمالها حتى ينشر لها عملها يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والمعنى الأول أن الله عز وجل يحفظ العبد بما وكل إليهم، بما وكل عليهم من الملائكة. وإذا ربنا بيحفظك، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الآية دي أخواننا بتزيد يقين العبد في الله عز وجل، فلا يعتمد على الورق المعلق. الآن زول تلقاه كبير وعريض بني آدم يعتقد في ورقة مكتوبة كتب له واحد مجرم كذاب إنه الورقة دي بتحفظه أو تحفظ له ولده وجناه. ربنا قال: إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما من نفس إلا والذي يحفظها هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان في كلأ الله وفي حماية الله وفي إعادة الله فماذا يضره؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عشان أخواننا الإنسان ما يعتقد في الرميم، رمم قاعدين أذية للبلاد والعباد ويروجوا لهم، يقول لك الشيخ ده يا أخي عنده الحفظ، وإنه قالوا تنت الود الطريف شفاء من السعر، والتراب بتاع الكباشي قال لك ده بيداوي من لدغة العقرب ومن السم، وده كله يا أخواننا من الكذب. ربنا قال: إن كل نفس لما عليها حافظ. بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى لفت انتباه هذا الإنسان إلى أصله ومن أين خرج، فلينظر الإنسان مما خلق. ودي أخواننا معلومة ما كان بغلط فيها المشركين، لو سألت أبا جهل أو أبا لهب أو عقبة بن أبي معيط أو غيرهم من المشركين من خلقكم، ما حيقولوا لك نحن خلقونا الأصنام أو الأولياء أو السادة اللي بندعوهم من دون الله، بيقول لك خلقنا الله. عشان كده ربنا عز وجل لفت انتباههم إلى ما يقرون به. ربنا عز وجل قال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وهو المني، والترائب وهو عظمة الصدر وهو موضع القلادة، كما قال ابن عباس من المرأة رضي الله عنهما دخل قال إنسان. ودي أخواننا المشركين ما كان بغالته فوقه. الليلة في كتب بتاعت صوفية لو انت مشيت فتحتها، ناس بيزعموا انهم دعاة للدين، لو مشيت فتحتها بتلقى انه عندهم غير الله برضو بيخلق مع الله. في كتاب اسمه ليك سلام مني للبرعي بيمدح فوقه في شيخ من شيوخه، قال مصطفى عركينة مع ودعلي المكروم، يعني ديل من الأولياء، قال أتت الفلات القلب العود مفهوم. قال إنه الولدة مرته دايرة منه، شرحها براه، ده البرعي شرحها،
وجاب الكرامة من كتاب اسمه زهير الرياض تاع عبد المحمود نور الدايم. تخيل نحن في مرحلة ناس أبو جهل ذاته ما وقعوا فيها. قال الشيخ مرته قالت دايرة خادم، قال للمريد شيل فاس وتوب، ومشى قطع عليه عود من شجرة على قدر قامة الإنسان وغطى العود بالتوب، ثم أخذ سبحته وجعل يذكر الله بهمة عالية، ثم قال يا بخيتة يا بخيتة يا بخيتة 3 مرات. قال فتحرك العود وقال نعم سيدي، وصار أمة فأخذتها من يدها فأوصلتها إلى زوجته فخدمتها زمانا ثم توفيت رضي الله عنه. ديل الأولياء بتاعنا السودان دي العقيدة اللي رسخوها لكثير من المسلمين في السودان وفي غير السودان. ويجيك الجفري اليمني ذلك الصوفي الدجال الكذاب يجي يقول للناس إن الأولياء بيخلق الجنين في بطن أمه ويعرفون ما بداخل الأرحام. يا أخي عقيدتك دي أبو جهل ما كان بيعتقده وبرضه كافر، تبقى انت كيف؟ ربنا قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق ما من شجر البرعي. ولا الولي بيقدر يخلق مع الله حاجة، ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. عشان كده ربنا دعاك انت أيها المؤمن إلى أن تتأمل في بديع خلق الله. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ربنا قال لك إنه على رجعه لقادر. ابن كثير قال رجعه الهاء تعود على 2 كما قال المفسرون، إما أنها تعود على المني، إنه على رجعه لقادر، ربنا قادر يرجع المني من حيث خرج، وقيل إنه على رجعه يعني على رجع البني آدم بعد أن يتفرق في الأرض لقادر سبحانه وتعالى. وده أخواننا فيه إنه ربنا ما دام خلقك من ماء مهين وما كنت حاجة وأنت لا تعجز ربك تبارك وتعالى وأنه سوف يبعثك ويجمعك يوم القيامة فحسن العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يعني ربنا بيرجعنا بتين يوم القيامة، يوم تبلى السرائر يعني يوم تبين وتوضح السرائر وهي خوافي النفوس ربنا سبحانه وتعالى يبديها للعباد، فما له من قوة ولا ناصر، قوة من نفسه ولا ناصر من خارجه. والسماء ذات الرجع ده قسم تاني، والسماء ذات الرجع يعني السحاب فيه المطر، وقيل يحيي الله الأرض بالمطر مرة بعد مرة، عشان كده ربنا قال والسماء ذات الرجع، فإذا أعاد المطر عليها خرجت النباتات والحبوب وعاش الناس. والأرض ذات الصدع تنصدع الأرض وتنشق فتنبت الأراضي. إنه القرآن لقول فصل حق وما هو بالهزل، وقيل الفصل هو الذي يفصل عند التنازع والخصومات. وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا بصد الناس عن دين الله وعن صراط الله عز وجل المستقيم وصد الناس عن القرآن. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
وده فيه يا أخواننا وعيد شديد وأكيد على هؤلاء الكافرين الذين صدوا عن سبيل الله. وهذه الآية من القرآن المكي، وده فيه والرد على الذين يزعمون أن القرآن المكي دعا إلى وحدة الأديان وإلى المساواة بين المسلم والكافر، فهم كذب وجهل، لم يقرأوا القرآن وكذبوا على القرآن. ربنا قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يعني أن منقلبهم ومرجعهم إلى الله ليس ببعيد، فيجازيهم ويحاسبهم بأعمالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا وأن يرحمنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين ولاة الأمر وأن يسددهم وأن يجري الخير على أيديهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه وتحثهم عليه وتنصحهم من الشر ومن الباطل، إنه ولي ذلك والقادر.